هاد النقاش اللي تم الان في المرحله الاولى ديال الدوره الاستثنائيه للمجلس الوطني كان نقاش عادي، نقاش ايجابي جدا، وفيه في مطارحه حول تقييم الوضع السياسي اليوم في بلادنا، السياسي العام، الوضع الحزبي، الدور ديال الحزب، العداله والتنميه الان، الدور اللي كيتمح ليه في المستقبل في الساحه السياسيه، كيفاش يمكن يقوم بواحد الدور ايجابي في الحياه السياسيه، كيفاش يمكن يقوم بدور ايجابي في دعم الحكومه، كيفاش حزب عتم يحافظ على العلاقه ديالو القوه القويه بالمواطنين. اذا هادشي كامل عبروا اعضاء الحزب اللي تدخلوا الى حد الساعه على الاراء ديالهم، وحنا راه كنجمعوا هذيك الاراء وكناخذوها بعين الاعتبار. الخلافات دائما موجوده، الاختلاف في الاراء حنا ماشي حريصين باش نلغيو الاختلافات في الاراء، تبقى دائما الاختلافات في الاراء، ولكن المهم هو كيف ندبر اختلافات الاراء في جو ديمقراطي، جو من الصراحه، ونرجعوا للوثائق ديال القرارات ديال المؤسسات ديال الحزب.